إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن المشكلات التغذوية في مرحلة المراهقة. ابتداء نحتاج نوضح بعض الأشياء المهمة، مثل المراهقة في نمو، من ناحية النمو البدني تكون في هذه الفترة بالتحديد سريعة جدا، أيضا تقابلها زيادة في المتطلبات التغذوية لسد حاجة الزيادة في كتلة الجسم. كما تحتاج الفتاة عند بدء الحيض إلى كميات من الحديد، أيضا تزيد نسبة تقريبا 10% على الكمية التي يحتاجها المراهق. أيضا دم الحيض والأعباء المنزلية عند الأسر الفقيرة، وأيضا التفرقة الجنسية في توزيع الطعام، أيضا حمل البنت المبكر للبنت المراهقة، كلها مشاكل إذا كانت مصحوبة مشاكل أخرى من ناحية تغذوية في فترة المراهقة، تسبب مشاكل نفسية عميقة جدا داخل نفس الشخص. أيضا نقص التغذية الناجم عن تناول مثلا كميات غير كافية من الطعام، أقل من المتطلبات اليومية، وأيضا لمدة طويلة قد يعني يسود مشاكل، بعض المشاكل الصحية في بعض الأسر، بالذات الأسر الفقيرة. في حالات الأمراض المزمنة مثل مرض الدارن، ممكن أن يسبب مشاكل عميقة جدا لهذه العائلة. وأيضا لا ننسى أيضا بعض الشابات وأحلامهم، مثل عارضات الأزياء، حيث أن تبالغ الأنثى في التخوف من السمنة، مما ينقص الوزن بشكل عام، يعني تهتم في جسمها بشكل مبالغ مما تسبب في ضعف الجسم بشكل عام. هذه من ناحية، أيضا هذه مشكلات من الناحية التغذوية. أيضا هذه الحالات تكون في حالات المراهقة عادة. عادة البالغين يكون جسمهم أكبر وعقليتهم كبيرة، وممكن يتفهمون هذا الشيء ويقدرون كمية الغذاء المحدد لهم. أيضا قد يصيب بعض الأمراض تصيب الإنسان، مثل نقص التغذية، ومما يسبب تأخر للبلوغ. ولا ننسى أن الدور الأساسي أيضا في التثقيف، من الضروري التثقيف عن طريق التلفزيون أو عن طريق الشات أو عن طريق أي أي من يعني مثل منصات التواصل الاجتماعي، من الضروري تثقيف المراهقين وعمل بعض الدورات التثقيفية لتفهيمهم بعض الأمور في هذا الباب. أيضا في هذا الموضوع راح نتطرق عن مشكلة من المشاكل الخطرة جدا، مثل العوز النوعي. أيضا تدخل هذه مشاكل العوز النوعي في فقر الدم الناجم عن عوز الحديد، أو نقص الفيتامين أو اليود، وعوز أيضا فيتامين دال. أيضا من الضروري استشارة الطبيب في هذا المواضيع، وأيضا استشارة
أخصائي التغذية في هذا الموضوع، وإطلاق دورات كثيفة تدرب الشابات والشباب في هذا الموضوع. وأنا إن شاء الله راح نسوي دورات كثيرة في هذا الموضوع إن شاء الله، وإن شاء الله يعني يكون من باب الثقافة العامة وتسليط الشباب في هذا الجيل على بعض المواضيع والنقاط المهمة التي ممكن يتم تطويرها في الفترة القادمة إن شاء الله.